مناش دعوة هنا كله وهيت في هالو ملناش دعوة بيهم يا مهي. واحد من أشهر المشاهد في السينما المصرية، وبالرغم من كده إن بطلة المشهد ده ما طلعتش غير في الفيلم ده، إلا إن الجمهور فاكرها وعارفها كويس جدا. أيوة بالظبط، هي لي اللي طلعت في فيلم فول الصين العظيم مع الفنان محمد هنيدي. بس تعرفوا هي راحت فين بعد الفيلم ده؟ محدش يعرف هي راحت فين. إنما بقى لو عايز تعرف خليك معنا في الفيديو ده، هقول لكم راحت فين بالظبط. أنا ملك حسام، تابعوني. بالرغم من انها ما كانش حد يعرفها، الا ان كاميلا قدرت انها تؤدي دور بطولة فيلم فول الصين العظيم كويس جدا، وقدرت بالفيلم ده بس انها تحقق نجاح وشهرة كبيرة، مش بس في مصر، لا في الوطن العربي كله. طيب وبعد النجاح ده راحت فين؟ انا هقول لكم راحت فين. على مدار فترة طويلة محدش يعرف حاجة عن ليه، لدرجة ان في مواقع كتير طلعت عنها اشاعات كتير، مرة انها رحلت عن عالمنا ومرة انها اعتزلت التمثيل. بس زي ما قلنا كده دي مجرد اشاعات. بس اللي رد على الحاجات دي كلها كانت صورة نشرتها ليه على حسابها على موقع الصور انستجرام، واللي ظهرت فيها مع اسرتها. الغريب بقى في الموضوع ان شكل ليه لسه زي ما هو، ما اتغيرش خالص في الصور عن ظهورها في فيلم فول الصين العظيم، وده اللي لفت انتباه الجمهور انها لسه محافظة على رشاقتها وجمالها. وبعدها انتشرت تقارير بتتكلم عن كاميلا اللي بعدت فعلا عن مجال التمثيل، وده بعد جوازها، وان القرار ده كان رغبة من جوزها وبسبب انهم عاوزين يكونوا اسرة. وبالرغم من ان لي بعدت بشكل كامل عن الفن، الا انها ما اعتزلتش بشكل رسمي، وده اللي قالته الاخبار عنها، وان فترة ابتعادها دي عشان بيتها واسرتها وبس. ومن الاسرار اللي محدش يعرفها خالص عن لي انها من مواليد سنة 1978، وبدأت حياتها المهنية من خلال الاعلانات، وظهرت كموديل في اكتر من اعلان، وكانت دي محطتها اللي قبل السينما. لي لما ظهرت في فيلم فول الصين العظيم ما كانتش اول مرة تمثل، فهي شاركت في اكتر من عمل فني في تايلاند. مش بس كده، لا دي كمان كانت مرشحة للفوز بجائزة ميس وورلد سنة 1999. وللي ما يعرفش فيلم فول الصين العظيم اللي انتج سنة 2004 ومن بطولة الفنان محمد هنيدي والنجم الكبير سامي سرحان والفنانة سهير الباروني وحجاج عبد العظيم وعدد كبير من النجوم الفن. تم تصوير اغلب مشاهد الفيلم في الاجواء الصينية، وشارك فيه اكتر من نجم صيني، من بينهم شوشاي، واللي ظهر بشخصية الجد على الرغم من ان عمره بالحقيقي وقتها ما كانش عدى 24 سنة حتى. وكمان شارك في الفيلم النجم الصيني جاو، واللي جسد دور يانج، وكمان الممثل كويت واتاناكول، واللي من اشهر اعماله فيلم بوليت ان ذا هيد في سنة 1990، وفيلم كريزو فالنتاين، وفيلم ذا امبوسيبل في سنة 2012، وفيلم اونلي جاد فور جيفز في سنة 2013.